الشراكة وطنيا و الإعلام مع حفظ الألقاب بدون وسطاء. نقول بأننا الحليب متوفر على أسواقنا هذه لازم يكون فيها مواد غذائية مش فقط للخضر. اليوم هذا الصرح في ولاية ورقلة اللي هو صرح جهوي يعني معني بالتوزيع على كل الولايات المجاورة لولاية ورقلة، وعدد كبير من السكان اللي يستهلك مواد الأساسية من هذا السوق اليوم جاءوا معنا جماعة الكرية وهم مشكورين أنهم ننطلقوا في شيء آخر اللي هو توزيع المواد الغذائية على الساكنة. إنجازنا لفضاءات من هذا النوع على مستوى القطر الوطني تمكننا أننا نحاول نحط هذه الشبكة بين المنتج والموزع والمستهلك باش أننا نسيطر وننقص ما أمكن تنقيصه من عدد المتدخلين أو الوسطاء اللي يدخلوا باش يطلعوا الأسعار.